تقرير مهم أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية يؤكد مراقبون أن الصراع الدولي بسبب تضارب المصالح الروسية والأمريكية يتجدد بصورة تختلف بين فترة وأخرى، فهي حرب المصلحة والأيديولوجية، وإن الموقف الروسي من الثورات العربية لم يكن محط اهتمام واسع النطاق أو مثيرا للجدل إلا في الحالة السورية، فقد انطلقت روسيا من رؤية تميز بين اهتمام قيام النظام السوري بإصلاحات فعلية وبين الحيلولة دون التدخل الغربي وحتى العربي في سوريا، والتي سيكون لها تداعيات كارثية ليس فقط على وحدة الكيان السوري وإنما على استقرار المنطقة وأمنها. وإن تطور الموقف الروسي حيال بؤر التوتر والأزمات الدولية سيتفاوت من منطقة إلى أخرى وفق الظروف والحساسيات والمصالح، فالنزاع الأمريكي الروسي الذي تفاقم مؤخرا يفيد دولا ومنظمات محسوبة على خط التشدد في المنطقة والعالم، وإن فرص الأطراف المناوئة لسياسة واشنطن في الحصول على دعم دولي وحماية دولية باتت أفضل من قبل. أصبحت سوريا حلبة صراع للقطبين الروسي والأمريكي، ستتضرر منها المنطقة العربية بأسرها بما في ذلك جيران سوريا في كل الاتجاهات. فالمثل الإنجليزي يقول: عندما تتصارع الفيلة يكون العشب أكبر الضحايا. فالأزمة السورية ومع غياب الحلول والمبادرات العربية بأخذ التدابير والمباحثات وتهدئة الوضع سيكون الثمن غاليا على الدول العربية في المستقبل، إذ سيتم تفتيت كياناتها وأنظمتها وانتهاك سيادتها لتدرك تماما حقيقة الأطماع الدولية وأهداف استراتيجية ومصالحها اللامحدودة. روسيا قبل نحو 65 عاماً حينما كانت الاتحاد السوفيتي كانت تترقب أي فرصة في الدخول إلى الشرق الأوسط ولم تتردد، فوجود روسيا اليوم على الأراضي السورية وسعيها لتثبيت وجودها من أجل تحقيق أهدافها تعمل أيضاً بالتنسيق مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق وإيران. مستقبل سوريا مرتبط بمتغيرات كثيرة من بينها الموقفان الروسي والأمريكي وقدرة أمريكا على البقاء في سوريا في ظل التحديات الاقتصادية، وإن هناك مؤشرات كثيرة لانسحاب أمريكا من سوريا لا تكاد تخفت لتعلو من جديد، وآخرها كانت تصريحات رسمية أمريكية بإمكانية الانسحاب وإنهم ليسوا ضد التواجد الروسي في سوريا.